السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تكنولوجيا. في هذا البرنامج نسلط الضوء على كل جديد في عالم التكنولوجيا وخاصة الأخبار المحلية والعالمية. في معهد قطر لبحوث الحوسبة نقوم بانتقاء محاور البحث بشكل دقيق جدا، بحيث انه يكون لكل بحث تأثير على المجتمع، ان كان المجتمع في قطر او اقليميا او دوليا حتى. فمن الاهداف معهد قطر لبحوث الحوسبة طبعا هو التعامل مع الشركات داخل قطر ولا خارج قطر ايضا، بناء المهارات داخل دولة قطر. فعندنا برامج كثيرة للتدريب الاطفال والطلاب في مجال الحوسبة. المحاور اللي مقوم فيها بالابحاث هن ستة. اولا تقنيات اللغة العربية بسبب النقص الكبير في حوسبة اللغة العربية عالميا. المجال الثاني هو الحوسبة الاجتماعية، وامر هام جدا خاصة في عصرنا هذا بموضوع التواصل الاجتماعي والكم الهائل من البيانات. وطبعا هذا بيقود للمجال الثالث اللي هو تحليل البيانات. تحليل البيانات هام جدا، البيانات متوفرة بشكل كامل ومفروض نستفيد منها. في عندنا طبعا الامن السيبراني او الامن المعلوماتي، هذا امر هام جدا خاصة لدولة قطر. وهناك الحوسبة العلمية والهندسة والأنظمة الموزعة. الأمن الإلكتروني يعتبر من أهم التحديات في العصر الحديث، وتشير الإحصائيات أن في سنة 2015 بلغت التكلفة الإجمالية للجرائم الإلكترونية تقريباً 3 تريليون دولار، ونفس الإحصائية تشير أن في سنة 2021 هذا المبلغ بيزيد بيوصل تقريباً 6 تريليون دولار في سنة 2021 تقريباً. والعالم الآن كما تعلمون فإنه يتجه إلى الـ IoT اللي هي الإنترنت أوف ثينجز أو إنترنت الأشياء. فكل ما زادت الأجهزة المرتبطة ببعض الإنترنت، كل ما زادت التهديدات، كل ما زادت الخطورة. بالنسبة لتقنيات اللغة العربية، الخطوة الأولى حتى الكمبيوتر يقدر يتعامل مع أي لغة هو فهم كيفية تركيب الكلمات والجمل. فلذلك قمنا بتطوير مجموعة من الأدوات تدعى فراسة، فيها عدة برامج للتعامل مع اللغة. على سبيل المثال التشكيل الآلي، فمن الممكن أن كتابة النص ويقوم البرنامج بتشكيله آلياً بدقة عالية جداً. من البرامج الأخرى أيضاً بالتقنيات اللغة العربية هو ما يسمى بتفريغ الكلام أو ترانسكريبشن، يعني تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب. طبعاً هذا هام جداً لعدة أسباب، واحدة منهم مثلاً بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. فبالنسبة للصم يسهل عملية فهم ما يقال. فالبرنامج يقوم بشكل تلقائي بالتعرف على الكلام باللغة العربية ووضعه على الشاشة كنص. قمنا بتطوير البرنامج بشكل أفضل بحيث أنه يتم التعرف على الكلام بشكل فوري. فممكن أثناء إلقاء محاضرة ممكن فوراً يتم التعرف على الكلام وعرضه على شاشة وترجمته بشكل فوري أيضاً للغة الإنجليزية. أهلاً ومرحباً بكم في مركز قطر لبحوث الحوسبة، حيث أننا نعمل هنا على تقنيات اللغة العربية. كما ترون أنني أتحدث إلى الحاسب بطلاقة، وهو يعمل بشكل تلقائي بتحويل النص المنطوق إلى مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية. جليس هو عبارة عن قارئ إلكتروني بيسمح للطالب إنه أو الشخص إنه يقرأ كتب بصيغة PDF أو EPUB 3. فهالشيء بيسمح بوجود مثلاً فيديوهات أو مقاطع صوتية أو حتى محتوى تفاعلي داخل الكتاب نفسه. تم تطوير البرنامج، حالياً هو موجود على الويندوز ستور واسمه جليس ريدر، وتم نشره حالياً في 9 لغات. قسماً بمن رفع السماء. طبعا حتى ما ننسى ذوي الاحتياجات الخاصة، قمنا بتطوير لوحة مفاتيح تعمل بيد واحدة، لأنه دائما لوحات المفاتيح بلغة برايل تتطلب يدتين، هون باليد الواحدة ممكن العمل. والتطبيق هذا موجود على الأبل ستور ومجانا.
بالنسبة للحوسبة الاجتماعية قمنا بتطوير برنامج اسمه Artificial Intelligence for Digital Response، يعني الذكاء الاصطناعي في الردود الرقمية. البرنامج هذا بياخد الكم الهائل من المعلومات، فمثلاً إذا صار في زلزال بأي مكان طبعاً بيكون في فيضان كبير من البيانات مثل تويتر وفيسبوك وغيره، بياخد المعلومات هاي وبينتقي منها المعلومات المفيدة وبيحولها لمعلومات ممكن الوكالات انه تستفيد منه. بالنسبة لموضوع التواصل الاجتماعي قمنا بتطوير برنامج اسمه تويت موجز، يعني هو لا يعطي موجز عن التغريدات او تويتر. محور ثاني في معهد قطر لبحوث الحوسبة هو الأنظمة الموزعة، فهون على سبيل المثال بيتم البحث بموضوع الفيديو والصور، فأحد المشاريع هو إيجاد حل لموضوع المحتوى ثلاثي الأبعاد. يعني حالياً معظم التلفزيونات فيها إمكانية ثلاثي الأبعاد ولكن ما في محتوى كافي، فإحنا طورنا برنامج نأخذ المباراة العادية ثنائية الأبعاد ومنحولها لثلاثية الأبعاد. طبعاً أهمية التكنولوجيا ما بتغيب عن حدا، التكنولوجيا اليوم هي جزء من حياتنا اليومية بكافة أنماطها بكل ساعات اليوم، ولذلك عدم إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا هي الإعاقة الحقيقية بالحياة، وهذا أحد أسباب تركيزنا على اللغة العربية لحتى نوفر للمتكلمين باللغة العربية إمكانية استخدام كافة أنواع التكنولوجيا.